صباح الخير يا أردن، وصباح الخير لكل اللي بيتابعونا من وين ما كانوا، من أي وسيلة على التلفزيون أو حتى على السوشيال ميديا أو أي منصة. نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة وجمعة مباركة مثل العادة. أنا ولورينا بنرافقكم على فنجان قهوة أو كاسة الشاي حتى على فطور يوم الجمعة. بدك تختار إني خيرتوا كيف اختار إنهم ساعتين ونص، يعني بدك هاي ولا بدك هاي، كلهم مع بعض ببلشوا بالقهوة بعدين الشاي بعدين الفطور. صباح الخير. صباح الخير حبيبتي رزان، يسعد صباحك. صباح الخير لكل مشاهدينا، وصباح تموزي لا يختلف عن صباحات حزيران الحارة. مشوارنا معكم اليوم من يربح المليون عن جد. مشوارنا معكم اليوم مليان فقرات ومواضيع وأخبار وسواليف وحواديت زي ما بيقولوا ما بتخلص، وهم إشي ضيوفنا اليوم مميزين جدا يعني مشاهدينا، وإن شاء الله تستمتعوا معنا في هاي الحلقة. خلاص بكفي، خلينا نطلع نشوف شو في عنا عناوين ونرجع لنبلش حلقتنا معكم مشاهدينا. بالنص المليان نتعرف على قصة رندا اللي استطاعت طرح القضايا المهمة من خلال رسمها على الجدران. أسرار التجارة الإلكترونية مع خبير التجارة الإلكترونية إيهاب أبو دايب. وفي خفايا الحكاية بنتعرف على أول سيدة أردنية توثق تاريخ الهجانة بتصويرها أكثر من 8000 صورة. وفي المزيونة هيا الدعجة ضيفة الاستوديو للحديث عن جولتها المميزة مع الناقل الوطني الملكية الأردنية. وصباح فني مميز مع صاحبة الموهبة والصوت الجميل ناتالي سمعان. ملطف جو الجزيرة، جوك غير. إذن خلينا نبدأ بشكل سريع بجولة على أهم الأخبار والمواضيع والعناوين اللي شغلت الناس في الأردن، ونبدأ مع قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني اللي راح تنطلق في 18 أيلول وتحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد ولمدة يومين. طبعا هذا انسجام مع الرؤية الملكية في جعل الأردن مركز إقليمي في قضايا التكنولوجيا. نعم رزان، ومن أكثر المواضيع اللي أثارت الجدل كان امتحان الرياضيات للتوجيهي. مزبوط. بعد دراسة الحالة يعني وزارة التربية والتعليم أكدت أنه جميع أفكار امتحان الرياضيات من المنهاج والأسئلة مطابقة لمعايير الوزارة. يعني أنا بتذكر حتى على وقتي كان امتحان الرياضيات والفيزياء هم اللي دايما بحسهم بيعملوا مشاكل بالتوجيهي. كابوس الطلاب. بيكونوا قلقانين منهم الطلاب، فهذا الشيء يمكن بخليهم يشوفوهم صعبين. قد تكون الأسئلة صعبة، قد تكون صعبة. ولكن هم بيقولوا إنه كانوا طبيعيين. خلينا نحكي أكيد مكملين معكم. ومهرجان صيف عمان في دورته السادسة عشر تنطلق فعالياته في 12 تموز الحالي، ورح يستمر حتى 19 تموز، والتنظيم رح يكون مجاني من أمانة عمان الكبرى. الفعاليات تسودها الطابع الوطني والثقافي والعائلي أيضا، ورح تصير في حدائق الحسين وحدائق الجبيهة. نعم رزان، يعني صانع محتوى ورحالة إماراتي يحط رحاله في الأردن ويدعو لزيارته والاستمتاع بأماكنه السياحية والترفيهية. نتكلم طبعا عن عدنان النخلاني اللي زار عمان ووصفها بمدينة المحبة واستمتع بوسط المدينة ونداءات الباعة وجبل القلعة والسلط والبترة، واللي قال عنها طبعا فتنتني المدينة الوردية. سلام. وغيرها الكثير من الأماكن المميزة. يعني أنا كتير كتير بأيد
دور وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصاً يمكن الإنستغرام والسناب شات بنقل الصورة الجمالية للأردن للدول المجاورة. بتذكر من سنتين لورينا في شاب مش قادر أتذكر شو جنسيته ولكن هو عربي من دول الخليج، إجا صور مكان بقريب من إربد ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي. شفتي ما أحلى كان كتير. هذا الإشي شجع كتير ناس ييجوا كمان يتوجهوا للأردن. مهم كتير الترويج السياحي من قبل هدول الأشخاص. 100% كمان لفتتني شغلي على مواقع التواصل الاجتماعي في إحدى الدول القريبة علينا والغير عربية واللي كتير بينراح عليها، عم بيكون في نوع من أنواع الرفض لوجود السائح العربي عندهم، وعم نشوف مقاطع على انستغرام عم بتفرجيكي. شفت امبارح واحد مثلا رافع سكينة على مجموعة من الأشقاء من الخليج العربي السياح الموجودين في هذيك البلد ورافعين عليها رافع عليهم سكينة وانتم ما بدنا اياكم هون. فعم بيكون في رفض لوجود العربي بهاي الأماكن. بس احنا كعرب اذا ما بدنا نبعد كتير، طب احنا بلادنا كتيرة وفيها كتير خيارات تشوفيها، سواء كانت الأردن، سواء كانت مصر، سواء كانت لبنان، سواء كانت تونس، المغرب، الإمارات، يعني البلاد كلها كتير حلوة عنا ولازم تنزار. فإذا بدكم تضلوا قراب بالمنطقة روحوا زوروا البلاد العربية اللي لسه ما شافهم كلهم واستمتعوا بالأشياء الموجودة عن جد فيها. عن جد في تنوع هائل. نعم. أكيد وخصوصا بالأردن يعني عنا تنوع خلص الناس صارت عارفة عنه، وإحنا حتى أهل البلد وين ما نروح كل مكان بنروح بنكتشف إشي جديد. صحيح. وهذا الحلو. رائع رائع طبعا رائع. أكيد. المهم مشاهدينا إحنا هيك خلصت جولتنا السريعة لأهم الأشياء اللي صارت هذا الأسبوع. وقبل ما نطلع فاصل شو رأيكم بجرعة إيجابية كالمعتاد ببداية حلقتنا؟ النص المليان لليوم عبارة عن لوحة من أبدأ معكم، ورقة، قلم، مايك، موبايل وكاميرا. هاي أشكال وأدوات إنك تعبر عن رأيك بقضية أو موقف أو حتى قصة، وهيك أشياء تعودنا نستخدمها لما بدنا نحكي شو جواتنا. بس رندا أبو رحمة اختارت طرق غير لتعبر وتدافع عن مبادئها. طريقها مش صعب لكن قليل يخطر على البال. رندا أو الفنانة رندا حولت الحيطان من أشياء مش بس تستند عليها، كمان أشياء تسند عليها لتحكي عن قضاياك. وزميلتنا أكيد غدا الشيخ في النص المليان حملت عدة لدهان مع رندا وطلعت معها ليرسموا على حيطان الويبدي رسالة للناس. شو الرسالة يا ترى؟ خلينا نشوف. بالعادة لما تلفت انتباهنا قضية معينة منشوفها بخبر، بمقال، بفيديو، بنشرة أخبار، هذا العادي. لكن المش عادي والجميل جداً إنه تلفت انتباهنا قضية مرسومة على الحيط. اليوم بجولتنا من النص المليان بدنا نطلع مع الفنانة رندا أبو رحمة رسامة الجرافيتي عشان تورجينا كيف هي واللي بيشتغلوا بهذا المجال خلوا من الحيط قيمة، منوقف عندها وإحنا مارين، نتطلع عليها، نشوف رسالتها ترسخ بعقولنا. رندا يا رندا، إحنا هيك قاعدين على الرصيف مرتاحين مروقين، بس ورانا رسمة أنت رسمتيها قبل شوي. حكيتي لي قبل ما نصور إنه هي أكثر رسمة بتحبيها، شو القصة؟ يس. هلا هاي رسمة بحبها كثير عشانها بتمثل الإمرأة وبتمثل فلسطين، وفي يعني لمحة لباتمان بس عملناها بات وومن. وإذا بتشوفوا الرسمة يعني هي بتعطي يعني رموز لفلسطين، مثلا هي لابسة الحطة الفلسطينية، الإشارة اللي بتضوي لباتمان هي هون علم فلسطين، وعندنا بالرسمة كمان قبة الصخرة، فكل هدول بيمثلوا فلسطين. فبتعطي هاي الرسالة إنه قوة الإمرأة الفلسطينية. جرافيتي والرسم على الجدران بوصل رسالة، صح؟ إيش أنتي مثلاً أكتر الرسائل اللي بتوصليها من خلال رسماتك طبعاً؟ يعني آخر فترة كل رسماتي عم بلفوا حوالين ثيم فلسطين. هاي هي
ثيم لفلسطين، عملت رسمة مفتاح العودة، هيك إيدين يعني شخص كبير ماسك مفتاح العودة. عملت كمان رسمة يعني شادوز ناس مجتمعين وحاملين علم الفلسطيني وعاملين peace sign. ثقافة الجرافيتي أو الرسم على الجدران بالأردن مش كتير إلها زمان، كيف إجت؟ كيف وصلتي لها؟ هلأ الجرافيتي بلش من المجتمع الهيب هوب، وبس صار له 10 سنوات يعني بتقبلوها المجتمع الأردني، قبل هيك ما كانوا يتقبلوها. هلا انا في إشي يعني يدوب رسمت معك اوكي، بس حسيت بإشي بعش اذا هو صح بالجرافيتي، تحسي انك بتنفسي عن طاقه جواكي، هل هذا الإشي صح؟ 100% كثير يس. واي ثينك يعني مش بس انت عم بتوصلي رساله، حاطه ببالك إشي، ويعني في البروسيس اوف كرييشن، اوكي هاي بالعربي صعبه مش مشكله اوكي، بس كمان يعني في رياضه بالموضوع، احملي وروحي وعقلي واكبسي، يعني في فشغل من اكثر يعني اكثر من طريقه. انا بالرسم يعني اذا في اقل من ماينس انا لا، فهلا بدك تعلميني يلا اوكي. يعني حصه الرسم ما كنت احضرها لهي الدرجه ليه؟ يعني ما بعرف وندمانه اكثر حصه بتسلي. اوكي مين بلش؟ اول شيء رح ايش اخذ انا؟ خلينا نعمل الباك جراوند اول. تمام رح احتاجي هاي. تمام الكاب نسميها اوكي، وهلا هذا نستعمله بالاخر. هلا هذا الابيض نسميه شادو وايت. تمام نستعمله بالآخر، لو تشوفي هون كيف بيعطي هاي اللمعة. حلو. تمام حلو. أنا حابة اليوم نرسم البوبي فلاور. شو السبب يعني ليش اخترتيها؟ هلا هاي البوبي فلاور بتمثل الإمرأة الفلسطينية الأنوثة، وهي رمز لفلسطين. كثير من شغلي يعني يحتوي الرسائل عن فلسطين وعن الإمرأة. يعني معظم رسماتي الصور اللي فيها إمرأة وفلسطين. حلو. وبحب أرسم الإمرأة بمجتمعنا عشان أعطي فكرة يعني للمجتمع إنه كيف هم بيحضروا الإمرأة بمجتمعنا. العيون دائماً على الإمرأة، شو عم تعمل، كيف لابسة، شو وين تطلع وين تيجي. الإمرأة بالرسمات عم ترجع تطلع على البني آدمين. معناته طلع إنك بدك تعبر عن رأيك أو عن موقف معين أو حتى إنك تدافع عن قضية، مو محصور بمساحة محددة على جدران السوشيال ميديا. عندك مساحة كل الجدران على أرض الواقع إنك تعبر وتفش قلبك. كمان كل المطلوب تجيب عدة الرسم وتشمر عن إيدك وتنطلق. يعني بدنا نشكر زميلتنا غادة الشيخ. أنا بحب الرسم على الحيطان لورينا، وأصلاً بس أكون ماشي بشوارع عمان وخصوصاً شوارع الويبدة، وبالفتني كتير الرسومات اللي بتكون موجودة على الحيطان، يعني بتمعن فيها عن جد، ومرات كتير بصورها. صح رزان، هي أصلاً الرسم على الحيطان أو المعروف بالجرافيتي هو إحدى طرق التعبير اللي طلعت خصوصاً وقت الحرب العالمية الثانية، أيام ما صار فيه كمان ثورات من الشعوب من وقتها، والشعب هيك هي الطريقة اللي بيعبر فيها عنه. هلا أخذت هلا تاني وصارت طريقة يعني تجميلية، إحدى أنواع الفنون للشوارع في المدن، وموجودة بتلاقيها كتير وبالأخص في أوروبا، بتلاقيها بشكل كتير كبير في دول مثل ألمانيا. صحيح. يعني في هيك كذا بلد بتحسي كتير بيكون في عندهم، فهو فن رائع وجميل ومش سهل، مش سهل طبعا. خير غلطي، هل إذا غلطي تصلحي؟ لا ابدا مو سهل، بس حلو. صحيح. واحنا عندنا بعمان عم بيبدعوا عن جد، عم بيبدعوا في رسومات جدا رائعه جداً. ومعبره، يعطيهم الف عافيه. حبيبتي مزبوط رزان. يعني مشاهدينا اذا عجبتكم النص المليان طبعا بتقدروا ترجعوا تشوفوها وتشوفوا يعني بقيه فقراتنا على السوشيال ميديا على عمان تي في اوفيشال. خلينا نطلع ناخذ هذا الفاصل القصير ونرجع نتابع حلقتنا، ابقوا معنا.
إذن من أكثر المواضيع اللي ماخذة مكان كبير بالشارع الأردني هو موضوع موظفين القطاع العام، يعني مرة ممنوع الإجازة بدون راتب ومرة ممنوع العمل بوظيفة أخرى. الفكرة كلها في زيادة الدخل، هذا الهاجس يا جماعة اللي شاغلنا شاغل العالم كله في عالم متسارع ومتغير كل يوم. صحيح رزان، يعني اليوم بدنا نتكلم عن موضوع بهم الصغير والكبير، كل حدا عنده انترنت وجهاز ممكن يستفيد منه، التجارة الإلكترونية. نعم. يعني زيادة الدخل، عمل إضافي، شغلة سهلة تتعلمها وتمارسها، لكن في كتير أسئلة بتدور حوالين هذا الموضوع، وكل شيء في بالنا راح نسأله الخبير التجارة الإلكترونية السيد إيهاب أبودية. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك سيد إيهاب. أهلا فيكم، صباح الورد، نورتنا. يعني شغلة كتير مهمة وموضوع جدا مهم، كنا هلا عم تحكي بنحكي تحت الهواء انه قديش احنا بنشتري اغراضنا يعني على الانترنت، اغلبنا وكل امورنا صارت يعني بكبسه تحلها 100%. بس بالبدايه سؤال المليون، كيف ممكن الواحد يقدر يزيد دخله؟ هلا زياده الدخل سواء اونلاين او اوفلاين، يعني سواء بحياه الاونلاين او العاديه، بتعتمد اول شيء على مهارات البني ادم. حلو. يعني خلينا نحكي واحد عنده شغل ثابت بده يعمل دخل اضافي، شو عندك مهارات ممكن هلا تستغلها حاليا عشان واحد يعمل دخل اضافي؟ والشغله الثانيه الناس شو بحاجة؟ يعني دائماً الشخص لما بده يبيع شيء أو يقدم شيء بده يحل مشكلة عند الناس. هاي كاسة مي، تعال أبيعك إياها، ليش؟ بدي أشرب فيها مي. فلازم دائماً أنا شو في عندي مهارات، هاي المهارات بوظفها عشان أحل مشكلة عند الناس. حلو. هذا أساس الدخل الإضافي. هذا الأساس. أو جواب حاجة يمكن. بالضبط. طيب للناس المبتدئين والحابين يدخلوا بالتجارة الإلكترونية، خلينا نحكي كيف يبلشوا؟ يعني مثلا يجيبوا بضاعه يعرضوها على صفحات ومنصات وخلص انتهى الموضوع؟ لا، مش بالطريقه هاي. هلا الفكره، انا دائما اشبه التجاره الالكترونيه زي الرياضه. التجاره الالكترونيه مفهوم العام اجيب بضاعه وابيعها اونلاين. تمام. هاي مفهوم العام. الرياضه بشكل عام رياضه، بس في كره قدم، كره سله، باسكت، في اكثر من نوع من انواع الرياضه. نفس الشيء التجاره الالكترونيه، في عندي تجاره على موقع ايباي، في تجاره على مواقع التواصل الاجتماعي، في تجاره على امازون، تسويق بالعموله. فكل تجاره لها راس مالها، إلها وقتها خلال اليوم، إلها البروسيس تبعتها. فأول إشي البني آدم بده يحدد أدي أنا معي راس مال، هذا أول إشي، ولازم يتدربها ويتعلمها. ما في حدا بيلعب كرة قدم أو باسكت أو تنس إلا لازم يتدرب. يا بياخدها بمارسها لحاله وبتعلمها لحاله وبيخطأ لحاله، أو بده ياخد دورة أو يتعلمها من خلال الإنترنت، من خلال كورسات يوتيوب واتفر. فإما يتدربها لحاله أو بده يتعلمها، واحد من التنتين. حلو. طب الإنسان العادي اللي بده يصير عنده دخل إضافي، اللي حابب يعرف شو حاجة السوق، كيف بيقدر يعرف حاجة السوق هاي الأيام؟ يعني هل شغلة هو مثلاً بتيجي بطريقه، مثلاً أغلبية الناس بتلجأ يمكن للملابس وهاي الأشياء، الإنسان العادي اللي ما بعرف، ولكن كيف بيقدر يعرف أكثر؟ شوفي هلأ صار في زمان، أنا بشبه الشغلة زمان لما كانوا يعملوا إعلانات. نعم. كانوا يجيبوا ولد يعطوه 5000 ورقة يوقف على المسجد ويوزعها. صح. نسميها سبراي اند براي. رش وقول يا رب تجيني بيعه. صح. هذا الحكي بالانترنت مش موجود طبعا. انا بقدر احدد بالضبط كم شخص عم بدور على كلمة مثلا جميد. نعم. بالاردن. كم حدا عم بدور على كلمة معينة بالمانيا. فهلا عالم الانترنت، عالم الداتا والاي اي، صار يعطيني بالضبط كم كلمة الناس عم ببحثوا عن منتج معين. listening tools هدول بيسموهم. مش بس listening tools، هي عبارة عن keywords. يعني انا بقدر data mining، بقدر اسحب data بيانات. نعم. واعرف من خلالها حجم الطلب او البحث عن هذا المنتج. حلو. بحث كبير معناته في طلب عليها. ممكن افوت بهذا المنتج. طيب اذا بدنا نوضح الصوره اكثر للاشخاص اللي عم بيسمعونا، خلينا نحكي كيف ممكن تكون خطوات لابدا تجاره على مواقع التواصل الاجتماعي، التجاره الالكترونيه. من وين ابلش عشان اضمن، خلينا نحكي، نسبه نجاح معينه؟ نسبه نجاح زي ما قلت لك، اول شيء ببلش انا، نفرض انا عندي منتج. نعم. نفرض انا عندي دبيع، دائما بحكيها الناس في فساء ما معبيه فسيفساء. أيوة. مثلا وبحث عليها عالميا كثير كبير. مزبوط. اتاكدت انه هذا البحث ممتاز، بدي ابني صفحه على مواقع التواصل الاجتماعي، على الانستغرام، على فيسبوك، وتفرون نحكي. تمام. نحكي انستغرام اكثر نسبه شراء موجوده بالانستغرام. مزبوط. ممكن التيك توك. بنيتها، بدي ابني لها صفحه او هويه بصريه لصفحتي. نعم. لوجو، صور مرتبه، بايو يكون مرتب، ولازم اعمل اعلانات. لازم اعمل اعلانات جوا الانستغرام. انا دائما بشبه الناس زي كأنه جبلين، الناس على جبلين ومنتجك بالوادي. أيوة. الناس ما راح تطلع هيك، الناس بتطلع مستوى نظرها هيك. بدك توصل لها. بدي أوصلها هي، دعم الإعلانات. فهي أعرف منتجي عليه طلب، أبني صفحة فعلا فيها ثقة، وطبعا في أساليب وفي أسس للصفحة، يكون فيها فيدباك، يكون فيها
تعطي ثقة للبني آدم اللي بيفوت يشتري من عندي وأعمل إعلانات. حلو. هل بيقدر الواحد يبيع شو ما بده أونلاين، سواء أغراض مستعملة مثلاً؟ بنشوف مرات بالناس بتبيع أغراض مستعملة من المنزل، صح. أثاث مستعمل، أغراض لأطفال، نعم. مثلاً كبروا، نعم. صاروا يبيعوهم. هل مسموح بكل هاي الأمور ولا في قوانين بتمنع وبتسمح؟ خلينا نحكي، في عدة بلاتفورمز زي ما قلت لك، مثلاً في أمازون، في إي باي، في عدة مواقع. إذا بدي أعمل موقع خاص لي بقدر أبيع اللي بدي إياه. نعم. إلى حد ما. إي باي بقدر أبيع عليه أي شيء مستعمل. حتى من الأردن نقدر نبيع على إي باي؟ أنا ببيع. بسهولة؟ أنا ابني عمره 11 سنة باع هيك زي دفتر بكون فيه بطاقات كأس العالم. نعم. باعه ب 55 دولار. عن جد عم تحكي؟ أه والله. عندي 3-4 منهم. يس. عندي يس. كأس العالم وهاري بوتر وما بعرف مين. أنا دائما بحكي للناس إذا أنت بتطلع ببيتك ممكن تطلع منه 1000 دينار كركيب والناس بتشتري. إي باي هو موقع مختص أكثر شيء للمواد، خلينا نحكي للمنتجات المستعمله. وفي قصه معروفه بس اتذكر شو اسمها، ليندا شيء زي هيك بريطانيه، عملت 25 مليون دولار من الاواعي المستعمله. بلشت ببيتها، كبر الموضوع صارت تاخذ من الناس اللي حواليها، عملت ستور تجيب اواعي مستعمله وتصير هي تبيعهم. كيف الواحد بيقدر يبلش على اي باي بالاردن؟ اي باي بكل بساطه بده يكون في عندك فقط حساب بالبنك، حساب بنك، ايميل وجواز سفر، بتقدر تبلش تعمل موقع على اي، بتفوت تعمل ستور حساب على اي باي، بلش ترفع منتجاتك على اي باي، وبتقدر تبيع شو ما كان المنتج حتى لو المنتج قيمته غاليه. ما في خطوات او ليفلز، شو ما كان خلص مبلش. شو رايك بدي اشوف جوازنا بكره بلاقي البيت فاضي؟ شو ما كان، شو لا في فرش ولا في غرفه. هلا بنروح نبش انا وين عرفت تصير تجار فجاه. ممكن في بعض الامور شوي عليها ريستريكشنز، قيود، مثلا شغلات الاكل. نعم. لا انت فيها تخزين، يعني نحكي شغلات مثلا لا سمح الله مواد يعني متفجره او اسلحه. هاي الامور طبعا لا، اصلا البريد ما برضى. ما برضى يشحنها. طب امازون شوي موضوعه خليني احكي اكبر شوي، بيحتاج راس مال. لانه فكره امازون، نعم، اشتري منتجات من الصين ب 1000 2000 دولار 1500 حسب المنتج اللي بدي اشتريه، وبشحن هاي البضاعه من الصين لامريكا وانا قاعد ببيتي. حلو. وانا قاعد ببيتي لا بقلق لا بالضريبه ولا بالجمرك ولا بشيء. انا بحكي الضرائب العالميه. أيوة. مش يعني مزبوط. بشحن من الصين لامريكا. طبعا نفس الشيء في اسس، اعرف شو المنتج عليه الطلب، الشعب الامريكي على شو بدور، بصير استهدف الناس اللي بدوروا على المنتج معين. وفي اسس كيف اعمل الصور، كيف اعمل اللوجو، كيف ابني الصفحه تبعتي، وبعمل اعلانات داخل امازون. وين بتروح بس الاغراض اللي عم نشحنها بامريكا؟ بتروح على مستودعات امريكا. اوكي، من غير ما اقول انا ما في حاجه لوجودي. هاي بسموها فولفيلمنت باي امازون، انه امازون بيعمل عنك الشحن جوا امريكا وتخزين المنتجات بمستودعات، وبشحن للي بيشتري عادي من غير ما نقلق باي شيء لوجيستكس. يعني يجي زبون يعمل باي على امازون، امازون بروح على الستور بطول البضاعه تبعتك بوديها للعميل. حلو حلو حلو. طب كيف بدي اعرف مثلا اهم المنتجات اللي ممكن عن جد تنباع بسهولة بأي بلد؟ شوفي ببساطة دائما بحكي للناس أسهل إشي مع أنه عليه منافسة عالية، الأدوات المنزلية. نعم. إحنا عارفين أي إشي يخص النساء. أي إشي يخص النساء. أي إشي يخص النساء عليه طلب يعني. النساء والمطابخ. هو بصراحة رزانو، بصراحة أكثر فئتين عالميا هي الأدوات المنزلية والكوزمتكس. مود التجميل. مزبوط. صراحة الأدوات المنزلية ما عليها يعني ما عليها restrictions عالية، قيود، بقدر أي واحد يفوت فيها. الكوزماتيكس والسبلمنتس يعني انا هلا عم بشتغل فيهم، حجيب من غانا اصير اصدر، حلاوتهم انه فيها بيع منيح، كوستها قليل، بس قيود وشهاده تغذيه ودواء، يعني فيها قصص. طيب حكينا عن اي باي وحكينا عن امازون، عندي فضول اعرف على الاشياء الصينيه زي علي بابا. زي هلا عم نسمع تيمو مثلا. تيمو. وفي هيك كذا واحد الناس عم بيشتروا منهم، ايش هدول وضعهم؟ هدول عباره عن مواقع، خلينا نحكي علي بابا هو اكبر موقع عالميا بالتجاره الالكترونيه بي تو بي، يعني من شركات لشركات، ببيع بالجمله مش بالحبه. اصلا لما تدخل عليه بيكون بالمكتوب. يعني انا بشتري منه بالجمله. حلو. تمام. 1000 2000 3000 حبه. هلا علي اكسبرس هو جزء من علي بابا، فرع من علي بابا، بس ببيع بالحبه، حبه وحبتين، اللي هو علي اكسبرس. علي اكسبرس. فالناس شو بتعمل؟ بتجيب من علي اكسبرس، بجرب حبه حبتين بالاردن بالسعوديه، نشحت معه، بطلب 50 حبه، يصير شوي شوي يشتغل فيها. هذا غير عن علي بابا. هو جزء من علي بابا بس. ببيع بالحبه والحبتين والثلاثه. علي بابا بالجمله بي تو سي، يعني واحد بي تو سي واحد بي تو بي. اكزاكتلي. بي تو بي وبي تو سي. تيمو هو عباره عن موقع صيني، حاليا اخر دراسه عملتها عليه ممنوع اي بني ادم يبيع عليه الا يكون صيني وعنده معلومات صينيه، يعني تليفون صيني وعنوان صيني. حاولت ابيع عليه ومختص بالمصانع نفس الشيء. تيمو انفورشنتلي للاسف شوي يعني الكواليتي تبعه مش تيمو زي شي ام.
شيئا اقوى منه يعتبر شوي شيئا ككواليتي يعتبر اقوى الأشياء. ككواليتي يعتبر اقوى. انا بحسه اكثر فيه اغراض بيت واكسسوارات تيم وهيك. تيم عم بيحاول تميمك يقلد امازون بطريقه السيرفيس وبالريتيرن الى حد ما، بس يعني لحد الان يتربع على العرش يعني بغض النظر عن الامور اللي عم بتصير. لا هي امازون يعني نمبر 1 عالميا اصلا بالاقتصاد، نمبر 1 بعدين اتوقع بتيجي تسلا، فنمبر 1 يعتبر امازون يعني. ما طب سيد ايهاب، الناس اللي مهتمه بهذا الموضوع، اللي حابه تعمل دخل اضافي او حابه تدخل وتتخصص بهذا الموضوع، وين بيقدروا يتعلموا هذا الحكي؟ وين في منصه عربيه مثلا ممكن تدربهم هاي الامور؟ اوكي هلا شوفي، عشان ارجع اعيد شغله ولازم اكد عليها، في طريقتين للتعلم، طريقتين رئيسيات. انه انا افوت اجرب لحالي واخبص لحالي زي ما بنحكي بالعامي، اغلط واتعلم، واغلط واتعلم من هاي الطريقه الافضل، بس المكلفه والابطا، ممكن تاخذ معك سنه سنتين. انا تعلمت لحالي بس تحملت التكاليف علي. حلو. الطريقه الثانيه اجي عند ايهاب عنده مثلا كورس او دوره، تعال ايهاب علمني بشهر بعلمك. الطريقه حلو. الاسرع والمكلفه اقل، بس ما بقول لك انه افضل من الطريقه الاولى بكل صراحه. حلو. بس تطلع فاهم كل شيء. بس غير لما تتعلم من كيس صغير. طبعا تجاربك غير بهذا الموضوع، خصوصا بهذا المجال. نعم. بالضبط. هلا احنا الحمد لله يعني اطلقنا منصه عربيه هي الاولى تعتبر الوطن العربي، والشهر الجاي حيكون في افتتاح لها ان شاء الله، يعني شيء كبير. كيف هي فكرتها؟ مش بس نعلم الناس، كيف نرفع مهارات الناس حتى يعملوا دخل من الانترنت بشكل عام. امازون، اي باي، كلاود كيتشن، في كثير صبايا وستات بيحبوا الطبخ. وهلا شفنا موضوع الكلاود كيتشن، ما في داعي تفتح مطعم، صح، تعملي كلاود كيتشن ببيتك، المطبخ السحابي. تطبخي، تشتركي مع شركه ديليفري، بصير هو يوصل. صحيح. فالحمد لله هاي المنصه الحمد لله يعني صرنا مدربين هلا ما يقارب 10,000 شخص. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. والحمد لله يعني برافو عليك. طب بتعرف شو، انا كثير مرات بلفتني اظن بشوف كثير ناس طريقه الاعلان والدعايه للمنتج كثير بتلفت الناس وبتخلي الناس يدخلوا على الصفحه نفسها، وممكن تشجعهم انهم يشتروا المنتج. ايش اهم وافضل الطرق اللي ممكن تجذب من خلالها الناس لحتى يشتروا المنتج؟ بكلمه واحده، بكلمه، الضرب على الوتر. الضرب على مثلا الوتر مثلا كيف؟ يعني مثلا انا في عندي منتج، اعطيكي مثلا مثال. مثلا انا بني ادم بحب اضب اوعيه بايدي، نفسي الاقي منتج احط فيه البلوزه لحالي ويطلع لي اياها ويرتب لي اياها. فلما تحلي مشكله عند البني ادم من خلال المنتج، دغري البني ادم بيشتري. فدائما الواحد لازم يبين البين تبع البني ادم عشان يشجع يشتري المنتج. بس اذا لقيت سيد ايهاب منتج ينشر الغسيل لحاله، هذا جيب لنا اياه على البلد يطوي بعدين ويكوي، والله خبروا له عنه هذا اذا نزل ضروري جيبوا لنا اياه. هي دائما اي منتج اي شيء سواء البرودكت او سيرفيس لازم يحل مشكله عند البني ادم. صح مظبوط، صحيح ببساطه. في شغله يعني بنواجهها كمان احنا كثير، ويمكن احنا لانه شكيكين بشكل عام. يعني بتلاقي في اعلانات موجوده، مثلا في فتره عم بشوف اعلان على شغله تجميليه معينه، الشركه بتكون بحياتك مش سامع عنها وبتصير تخاف من الصيني وهذا الحكي. يعني كيف بدك تتاكد انه الشيء المعلن عنه هو منتج كويس؟ صح. منيح. مزبوط. كيف بدنا نتاكد؟ مليان مزبوط. اعلانات بتطلع. اليوم كنت عم بعمل فيديو، حالات النصب صارت كثير كبيره بطريقه مجنونه، حتى هلا عم بنتحلوا اسم البريد الاردني والبريد المصري والعربي والاماراتي، بيطلعوا اعلانات. واليوم عملنا فيديو بالشراكه مع عده شركات بالوطن العربي، لانه حالات النصب كثير كبيره. ببساطه بروح على جوجل بس بكتب از اسم البرودكت ليجل اور نوت. ببساطه جوجل فيه مواقع كثير بتعطيكي اذا فعلا هذا المنتج فيه تراست او لا، اذا هذا الويب سايت فيه تراست او لا. ببساطه او على شات جي بي تي اسرع شيء، ممكن سؤال بيطلع لك تفاصيله. ممكن لانه الناس عم تنغر كثير، وعالم السوشيال ميديا للاسف سواء بالتجاره الالكترونيه بالدورات صار يوهموا الناس بالربح السريع. نعم هذا الحكي انفورشنت بخوف هذا الكلام. صح مزبوط. طيب سيد ايهاب، احنا بدنا نحكي لك اشياء منتشره وتحكي لنا هل هي حقيقه ولا خرافه. يلا. عن التجاره الالكترونيه، التجاره الالكترونيه بدها راس مال كبير. لا ممكن تبلش ب $100. اي باي، هلا حكينا اي باي مواد مستعمله، منتجات مستعمله. امازون يس بده 2,000 و3,000. نعم بده راس مال اكبر حسب البزنس اللي بتفوتي، حسب المنصه. نعم. طب الربح في التجاره الالكترونيه سريع جدا؟ لا ما فيش اسمه سريع جدا، فيش شيء ربح سريع الا توقع جر الذهب تلاقي بالجنينه عندك مثلا. طيب في ناس بتقول لك التجاره الالكترونيه وهم، يعني ماخذه حجم اكبر من حجمها. طيب راح اجاوبك عليها بطريقه ثانيه. السنه هاي بدايه السنه قد كان حجم التجاره الالكترونيه عالميا؟ 6.3 تريليون. متوقع بنهايه العام توصل 7 تريليون. هل هذا وهم؟ لا هذا واقع.
خالص. انا ما بدي احكي ارقام هذا ارقام 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 تريليون. الارقام تتكلم وتتحدث عنها. سوري مين بياخذ هاي 7 تريليون؟ صح تجار طبعا اللي بيبيعوا. صحيح صحيح ببساطه مزبوط كلامك. طيب من السهل تهكير متجرك والاستيلاء على منتجاتك وحتى اموالك؟ لا 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 مش سهل. لا لا انت تتعاملي مثلا منصات عالميه زي امازون واي باي وشوبيفاي هذا الحكي ما في منه. لا لا. طيب يجب ان يكون لك مكان فعلي لحتى تقوم بالتجاره الالكترونيه. انا هي بشتغل من 2009 وما عندي شغل. يعني بنقدر نشتغل احنا قاعدين هون من غير ما استاجر مكتب. اي ما كنت تكوني. طب التجاره الالكترونيه بحاجه لفريق كبير نعم ام لا؟ لا ما بتبلشي بواحد خلص يعني امورنا تمام. امورنا تمام يعني سهله سهله يعني ان شاء الله اذا ناوي تاخذيها بزنس كبير ويصير في عندك اكثر من ستور. هذا موضوع مختلف. هذا اختلف الموضوع. اما براسك وممكن تطلعي الاف بالشهر تشتغلي صح ومش ربح سريع انا واضح بس براسك. نعم مظبوط. يعني احنا سيد ايهاب بدنا نتشكر وجودك معنا عن جد. نعم. معلومات مهمه جدا ويمكن كثير اشخاص عم بيتابعونا اليوم يستفيدوا منها لانه في كثير اقبال وكم هائل على التجاره الالكترونيه. شكرا كثير انه كنت معنا اليوم. بالعكس. شكرا سيد ايهاب يعطيك الف عافيه نورتنا. مشاهدينا بدنا نذكركم انه بامكانكم اعاده مشاهده كل ضيوفنا ومواضيعنا اللي بتهم الجميع في صباح الخير يا اردن على منصات عما تي في على السوشيال ميديا عما تي في. وفجأة الفاصل وراجعين. شو رأيك بهذه؟ أنا حبيت إنهم مسكين البيت عرفتي؟ أنت البيت كله مسكوك. أنا حامل البيت كله فهذا مبشر. أنا متكتفة وراكية. لا بس حبيتهم كثير طلعي ما أحلاهم. عن جد إنهم حلوين. أنا بس بدي أقص هاي يعني أنت قصي صورتك وأنا بقص والله صورتي حلوة. ومن بروزهم بالبيوت أو بناخذهم مع قريب شو شفنا أحلى من هيك. والله شو أحلى من هيك. بدنا تو كوبيز واحدة إلي واحدة إلك. أنا بدي واحدة زي هاي وطالبكم على الهواء مباشرة بدي واحدة زيها. وأنا راح أخذ هاي معي وأنا مروحة. خلص حجزنا. مشاهدينا الجمعة الماضية كان لقائنا مع مؤسس عقاري جو محمد عبد الخالق وحكينا عن منصة عقاري كمنصة رائدة في تسويق العقار. واليوم رح نحكي عن أضخم معرض عقاري بالأردن عقاري جو إكسبو 24 اللي هدفه تحقيق النهوض بنوعية الأداء والإنجاز بالقطاع العقاري. ليش عم نحكي عن هالموضوع هلا؟ لأنه بعد 8 أيام من اليوم رح تطلق عقاري جو معرضها عقاري جو إكسبو بنسخته السادسة في العاصمة الأردنية عمان في قاعات المركز الأردني للمعارض الدولية بمكة مول في الفترة ما بين 13 ولغاية 15 تموز 2024 من الساعة 5 المساء لحتى الساعة 12 بالليل. مظبوط. المعرض يتميز بمشاركة عربية ومشاركة إقليمية واسعة. رح تشارك مجموعة من الشركات العقارية المتخصصة والعاملين في المجال العقاري من كل من المملكة الأردنية الهاشمية الإمارات اليونان وحتى تركيا. أهمية هالحدث يا جماعة هو أنه بتمثل أداة عملية وفرصة أيضاً للقاءات مباشرة وتفاعل بين المشاركين وزوار المعرض أيضاً وبيفتح المجال للتواصل المباشر بينهم وإتمام الصفقات العقارية المجدية. كل هذا في ظل توفر الفرص العقارية والاستثمارية الجاذبة والمميزة أيضاً تحت إدارة ومظلة عقاري جو اللي يعتبر من المواقع والجهات الرائدة في مجال التسويق العقاري. مزبوط رزان احنا متحمسين كتير. مزبوط. لهذا المعرض ورح نروح احنا ورح نكون من زواره. طبعا دايما منشجع اي حدا عم بدور على يشتري ارض عم بدور يشتري بيت كل حدا عنده نية انه يشتري شيء في القطاع العقاري هذا هو المكان ممكن يلاقي اشياء خيارات كلها موجودة بمحل خيارات متنوعة موجودة بمكان واحد طبعا وبيشوف الاشي اللي بده اياه صراحة ليش تطلع تلفي بالسيارة بطة هذا صار اشي خلص. قديم الواحد بتعب منه صح فانا بنصح كتير الناس يتوجهوا عليه وطبعا بتحرص دائما عقاري جو على توفير العقار المناسب لإرضاء جميع الأذواق والمطالب في معرضها من مشاريع الأراضي وأفخم الفلل وشركات الإسكان في شتى مناطق عمان وبمساحات مختلفة طبعا بالفعل جهود رائعة. وصلنا للفقرة المفضلة للكثيرين اللي فيها خفايا بكشف لنا إياها بركات الزيود في كل أسبوع. اليوم رزان شو مخبي لنا بركات؟ شوفي يعني اليوم زي ما قلتي فقرة مميزة جدا. شو اللي رح يخلي يا لورينا والمشاهدين أيضا أردنية تصور 8000 صورة وتروح للبادي والأزرق والحسا أيضا وتضل ورا فكرتها من يوم ما كانت طفلة؟ هذا حب التراب وحب الأرض باختصار وحب الأردن. أول سيدة أردنية بل
وأول أردني يتوثق لتاريخ قوات الهجان الملكية منذ 100 سنة. خفايا حكاية برويها لنا الزميل بركات لزيود، وأيضا فريق العمل المخرج زياد البشارات، وفريق العمل من المصورين. خلينا نشوف شو محضر لنا اليوم. أن يتعلق الإنسان بشيء يحبه فذلك يدل على أن هناك علاقة قوية بدأت منذ الطفولة، تلك العلاقة التي لا يستطيع أحد أن يسيطر عليها مع مرور الأيام، خصوصاً إذا كان من يحفظ هذه الذكريات هو طفل، وكانت تشكل له حالة فريدة وطيبة. تماماً هذا ما سنرويه في خفايا الحكاية التي سنوثقها اليوم. كانت بيرسيلا فيليبي طفلة على أحد شواطئ العقبة قبل عشرات السنين، طبعت في ذاكرتها صورة البدو والبادية والهجن والهجانة. كانت محبتها غامرة، لكنها أرادت أن تفعل شيئاً مختلفاً عن بقية الأشياء التي يعملونها في هذه الأيام، فقررت أن توثق للهجن والهجانة والبدو والبادية لأنها أحبتهم، لكنها وثقتها بطريقة مختلفة جداً، كانت فريدة ونوعية. كانت تعشق هذا التراث فقدمته في كتاب يستحق أن يوضع في المكتبة العربية والأردنية وحتى في الأجنبية، لأنه بلغتين وليس بلغة واحدة. هنا نوثق اليوم لبيرسيلا التي وثقت للهجن والهجانة وأحبتهم بطريقة فريدة، أصبحت تتحدث اللغة البدوية بطلاقة رغم أن لغتها الأم هي الإنجليزية. لم أسمعها تستخدم كلمة إنجليزية واحدة طوال رحلتها التي جمعت فيها أكثر من 8,000 صورة في أكثر من 1,000 يوم. خفايا الحكاية، بيرسيلا والبدو والبادية والهجن والهجانة، في حلقة فريدة لمن يوثقون ويحفظون تاريخنا وتراثنا. في صباح الخير يا أردن. أيام أم أشهر أم سنوات؟ أعتقد أنها أكثر من ذلك. بيرسيلا فيليبي الأردنية التي رافقها حب بلادها منذ أن كانت طفلة تلعب برمال شاطئ العقبة أمام ناظر والديها، كانت تشاهد سائقي الإبل بلباسهم المختلف تماماً عن لباسهم اليومي منذ ذلك الحين، وهي تفكر في شيء لهم لكنها لم تكن تعرف. فجاءت الفكرة، استشارت وما خابت، توصلت إلى أن تكتب للصورة، الصورة التي لا تكذب فعلاً. فلماذا يا بيرسيلا نبشتي تاريخ الهجانة من بين رمال الصحراء والبادية؟ الهجانة كتير قريبين على قلبي. من وقت ما كنت صغيرة كنا دايماً نروح على العقبة للصيف لهذا، وأشوفهم على الهجن على شط العقبة وأطلع هيك أقول يا الله عليهم ما ألذ هالعيشة. ما كنت عارفة قديش قاسية حياتهم. وبعدين لقيت صور عن جدتي بالبوكسة الصور القديمة تبع جدتي، صورة لوالدتي مع هجانة بوادي رام ب 1950، فحسيت انه في صله مع الهجانه من صغري، يعني من جدودي كمان. فكتير كتير حبيت انه افرجي العالم مين هم الهجانه، ايش التراث تبعهم. اول جهد اردني متكامل يروي بالصوره والنص تاريخ الهجانه. هم ليسوا فقط للزينه والاستعراض، هم يقومون بدور نبيل في الصحراء الأردنية وباديتها، يركبون سفينة الصحراء للمركبات الحديثة، يجوبونها بحثاً عن مخالف للقانون، ويحمون البادية من العاديات والشرور وإغاثة من يتوه في دروب الصحراء. هذا ما روته بيرسيلا وشاهدته في الصحراء والبادية عندما عاشت التجربة مع الهجانة 8,000 صورة في نحو 1,000 يوم. أخذت يمكن شي 8,000 صورة، لأنه خلال سنة وشوي وأنا رايحة جاي على وادي رام، طالعة على باير، رايحة على الحسا، وكل منطقة كان في إلها ترتيبات معينة. مثلاً بوادي رام أخذت صور ليلة السمر عند البدو، بقعدوا وبتحدثوا، بيشربوا قهوة، بيشربوا شاي، يعني الواحد بتعرف عليهم بهاي الطريقة. كانت ليلة من العمر. لم تكن رحلة بيرسيلا سهلة للوصول إلى الهجانة، فهم ينتشرون بين الأزرق وباير والحسا ورم، وفي كل هذه المناطق كانت مصممة على أن تكون النهاية.
النهاية التي يحتاجها الأردنيون. هم يريدون من يوثق تاريخ بلادهم وعاداتهم دون تسخيف وتسطيح، بعيداً عن جعل هذا التاريخ والتقاليد أضحوكة لمارق أو عابث أو باحث عن الإعجاب. في أول منطقة رحت عليها كانت بالحصة، طلعوا عملوا مناورات، طلعوا أجت الوحدة وطلعوا كلهم على الهجن وعملوا المناورات اللي بعملوها لما يطلع سيدنا على البادية، لما يطلع سمو ولي العهد كمان على البادية، فطلع موكب معه وفرجونا كيف مثلا إذا في مهاجمة كيف الهجانة بيطلعوا على الحدود وكيف بيحموا الحدود. يعني فرجونا كل هذه المناورات تبعتهم، كيف ببركوا الجمل، كل هاي الأشياء كانت جزء من الرحلة للحصة. طلعنا على باير أنا ولا بحياتي رحت عليها من قبل. كتير استعجبت إنه لقيت منطقة ملانة مي، وكتير من البدو اللي بالمنطقة بيروحوا على هاي المناطق مشان المي، مشان الخضار، مشان الرعيان اللي معهم. وهناك كمان دربنا، طلعت عليهم هم بيدربوا الصقور تبعهم، يدربوهم على التقاط الفريسة، وكمان في قلعة هناك قديمة. أنا أول رحلة إلي كانت بالأزرق، وكانت رحلة كتير حلوة، بس كتير استعجلنا لأنه أجا علينا عاصفة رملية، قالوا لي اطلعي هلأ لأنه بعدين رح تضطري تبقي هون. فأخذت يمكن بس ساعة من وقتي واضطرينا نهرب بسرعة، بس الرحلة معاهم كانت يعني بقدرش أعبر كفاية قديش كانت رحلة من العمر. فاتحة الكتاب هذا كانت بقلم سمو الأمير علي بن الحسين الأمير، الذي كتب عن رحلة بيرسيلا. هو يعرف الهجان جيدا، يعرف سامرهم ويزورهم باستمرار، يجلس بينهم أيضا، يعرف بيرسيلا جيدا وقرأ ما وصلت إليه، وقدم شهادته بأنه أول جهد يوثق للهجانة عبر تاريخ الأردن. فكانت متفردة كما هي دوما في هذا الإنتاج. سمو الأمير ريم علي هي الأول شخص اللي رحت له مشان أجيب أول إذن إنه حدا يساعدني إنه أخذ إذن أطلع أصور حرس البادية بالأزرق. فست ريم ساعدتني وكتير كتير كتير كنت ممنونة. فبعدين بعد جائحة كورونا طبعاً اضطرينا إنه ما قدرتش أطلع أي محل وأصور. فبعد الكورونا جات لعند ستي قلت لها ستي بدي أكمل التصوير، فساعدتني كمان مرة، وهون دخلت الهيئة الملكية للأفلام وهم عملوا لي كل الترتيبات مع الأمن العام وكله مشان أقدر أطلع وأخذ صور. فسمو الأمير علي صراحة يعني بنعرف العيلة بتعرف سمو الأمير علي من وقت ما كنا صغار، من وقت العقبة وهذا. فلما طلبت منه إذا بيقدر يكتب المقدمة للكتاب دغري، لأنه كتير حب التوثيق تبع الكتاب. كل من يفتح الكتاب سيجد بيرسيلا تلتقط الصورة لوجوه لوحتها شمس الصحراء والبادية. تجدون كيف أصبحت العلاقة بين الإبل والإنسان عبر الزمن في خدمة هذه البلاد وازدهارها. هنا أيضاً بيرسيلا تنقل لنا قرص النار الذي ما زال الهجانة يصنعونه برمال صحرائهم ويأكلونه، والشرب بالسحلة والحليب من السعن. لم يتخلى الهجانة عن عادات البدو ولا تقاليدهم هم لها، ووثقتها أيضاً بيرسيلا للزمن. كان في لما كنا بوادي رام كان في سباق الهجن، فصورنا سباق الهجن، هذا كمان جزء من تراث البادية. وخلال سباق الهجن كان في مهرجان للهجن وأجا عليه سمو ولي العهد، فصورنا الموكب وهو سمو ولي العهد
بالسيارة ومع الهجن محاوطة سيارته لسمو ولي العهد. فأخذنا هذه الجزئية. بعدين أخذت القهوة والشاي، هذا كله جزء من يعني الضيافة تبعت أهل البادية، إنه تفضل اقعد شاي قهوة. فهذا كان كتير مهم إنه أوثقه، إنه يبين بالكتاب. بعدين طبعاً مناورات الحصة مشان الناس تشوف كيف كانت أصول الحراسة والحفظ على أمن الوطن، فهذا كان كتير مهم إلي حتى الناس تعرفه. كمان الهجانة طريقتهم، النظرة تاعتهم، الوجه البدوي العربي كتير حلو. كمان جزء من تراثهم هو مثلاً قرص النار. أنا ما كنت عارفة كيف كانوا يعملوا قرص النار، فتعلمت كمان إشي جديد وشفت كيف بعملوه، ويعني عاداتهم وتقاليدهم إشي لازم كل أردني يعرف عنها. وقفت بيرسيلا بهذا اللباس هنا وبدأت بالحديث عن تجربتها ودعم لا محدود من سمو الأميرة ريم علي منذ أن كانت كلمات مبعثرة وأصبحت وجوداً حاضراً. قالت إن كثيرين ساعدوها في هذا التوثيق، ارتدت ثوباً بألوان أردنية خالصة وكتبت عليه نشامة يأسرها حب الأردني جداً، مدعومة بكل هذا الجهد الخارق. أهلاً وسهلاً في حفل إطلاق كتاب الغالي على قلبي الهجانة، رحلة فوتوغرافية، والذي يشرفني أن يتم إشهاره من ربوع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام. يقولون إن الإنسان ضعيف بحق نفسه خصوصاً في الحديث عن الذات، فهنا قررنا الذهاب لسلمى رفيقة درب بيرسيلا إلى الجنوب والبادية وفي الصحراء الأردنية، والتي أطلقت عليها بيرسيلا لقب مترجمة لغة البدو بين البدوي وبين بيرسيلا، لنسمع منها شهادتها عن الرحالة والموثقة لتاريخ الهجن والهجانة بيرسيلا. بيرسيلا نشمية، يعني هي جزء من هذا التراث ومنا، يعني مش بعيدة أبداً، يعني أمها أردنية وعارفة بالعادات وعارفة بالتقاليد. بلشت القصة إنه هي عندها شغف للتصوير وأنا عندي حب البادية، فجمعنا مع بعض على أساس نروح. فبكل مشوار يعني لما تكون في هيك مرادفات غريبة بسرعة بتلتفت علي، فأنا بفسر. فبعدين بتقول لي how do you know that؟ إنه كيف تعرفي هيك؟ قلت لها ما أنا بنت البادية، يعني أنا أبوي بدوي من بدو الشمال، فإحنا أجت فترة وإحنا صغار كنا دائماً نروح البادية ونقعد ببيت الشعر من عمري 7 سنين، فمش غريب علي العادات ولا الترتيبات اللي يعني المتعارف عليها، فكان سهل إني أدخل أسلم ما أسلم. يعني يوم يتقدم فنجان القهوة يعني كان يعني مثلاً بس أخلص منه يعني أعمله هيك تقول لي أنا ما بدي كمان، أقولها عملي نفس الحركة، يعني هيك كان يصير. أو مثلاً يوم كان نطلع يوم كان نقعد هيك قعدة سمر ويبلشوا بالربابة، فأقولها هذا الخيط خيط الفرس، تطلع علي تقول لي طب كيف تعرفي؟ بقولها من الوالد، يعني هاي كل الحكاية من أهل البادية أوريدي متوارثة عندي من والدي. فهي هيك كان يصير، أو مثلا يحكوا كلمة هيك شوي بالبدوي بسرعة أترجم لها إياها إنجليزي عربي، يعني بالعامي وبالإنجليزي. وبعدين هي صارت تتقنها، يعني صارت هي بعدين تقول لي هذا الجاعد، هذا الزبون، يعني لباس البادية. فيوم كان يقولوا لهذا الزبون تقول لي ايش عم بحكوا، قلت لها على التوب نفسه، في صيفي وفي شتوي، فتيجي تسألهم هو صيفي شتوي؟ طبعا ما هو اللون الصيفي غير اللون الشتوي، يعني زي هيك امور. تؤكد سلمى ان الرحلة لم تكن سهلة، وبيرسيلا لم تكن تقبل باقل من النوعية والجودة المرتفعة التي تليق بالهجانة. تروي ايضا كيف ان توثيق بيرسيلا كان متقنا وليس عبثيا او عشوائيا. هلا بيرسيلا هي عندها شغف ومثابره، بتحب يوم تعطيها المعلومه تتاكد منها، فبتقدر يعني ما عندها مشكله بالمسافات. يعني احنا كنا يوم نطلع
بالراحة لنوصل لأي موقع بدنا 3 ساعات، إذا دخلنا لجوا الصحراء 4 ساعات. وكان عندي ثقة فيها بسواقتها، يعني كنت مسلمة. فوين بدها تاخذني؟ يعني كان هو بيكون قبل بنهار، قالوا بدنا نروح عند، بتذكر يوم قالت لي على وحدة الهجانة، ولا يعني قلت لها بعدين من احنا صغار بالامارات كان دائما سباق الهجن سباق الهجن، هذا اللي انا بعرفه. بس يوم بعدين دخلت الديوان عرفت انه هن جزء كبير من حمايه الحدود، وهن تاسسوا قبل يعني تاسيس الاماره من سنه 21، وهلا هن جزء كبير من المراسم الملكيه، يعني زي وصول موكب سيدنا ولي العهد، مراسم احتفال كبيرة على مستوى الوطن. فيوم قالت لي الهجن قلت لها بيني وبينك ما حدا بيحكي عنهم وما بنعرف شو بيساووا، خرج الواحد يشوف. فيوم رحنا أول مرة زيارة بتذكر كانوا عاملينها استعراض، فيوم شفتهم صافين وعم بيمشوا على التكة قلت والله هذا علم بحاله. فهي أول إشي مرنة، وين ما بينادوها بتروح وبضلها تطقطق صور، وكل شيء بيعملوه من ألف إلى الياء شغل إيدهم. يعني كل اللي أنت بتلاقيه من الإشي المحطوط على يعني السرج على الإبل وكل هاي الأمور من قماش من خشب، كله هذا شغلهم. عندهم مصنع صغير عبارة عن غرفة وآلة واحدة. يعني الهجانة لهم دورات مختلفة، بس طلع إنه نفسه الهجان له دورة كيف يتعامل مع الإبل، وفي ولهم لغة خاصة. يعني يوم يقولوا لهم اتحركوا كان في بين الهجان والإبل اللي معاه لغته، اللي يمشي اللي قعده يقومه، حتى إذا بدك تروح يمين أو شمال كان بكيف طريقة حكيه معاه مع طبعا التحريك. قلبت سلمى معنا بعض صور الكتاب وقالت إن برسلة لم تصل إلى هذا التوثيق بسهولة، فقد رافقتها كثير من القصص والخفايا وتعرفت إلى أسماء في البادية لم تكن تعرفها، وتعرضت لموقف عطل في مركبتها، لكن الحل كان بيد النشامة الهجانة، عكسوا الصورة الحقيقية لأصالتهم وأخلاقهم. هلا هاي الرحلة كانت لباير، نعم، وجميلة، فيها قلعة فيها مي وفيها قلعة قديمة عمرها أكثر من 100 سنة وفيها أبيار رومانية، بس كل المنطقة زي ما أنت شايف حجار سودا. صوان. فيوم إحنا وصلنا على سد باير، وإحنا واقفين عم ناخد أنا وبرسيلا صور، فوإحنا واقفين ولا منطلع على السيارة منلاقيها بنفسة طبعاً واللي عاملينه فيها شوي وهذا كان بعد سواقت، يعني كنا 4 ساعات سايقين لجوا يعني من عمان لوصلنا أقل واجب تبنشرس. فيوم سمع متعب بيك إنه السيارة مبنشرة بسرعة بعت لنا أبو دروس، فهذاك وقف قال لا الموضوع عادي. فأنا وبرسلة بنقول كيف عادي، العجل نازل، طلع ما بعرف شو طلع من جيبته هيك يعني قطعة قماش قوية وقال ما تاكلوا هم واصلي. ما لقينا غير بس حط عند البنشر ما بعرف شو عمل وفتل وساوى، قال هاي بتوصلكم لعمان. فإحنا قلنا لا عن جد تحديداً برسلة ما راح تقبل لا والله مشيت أنا وبرسلة يمكن قريب الساعة لوصلنا لشارع، طبعاً إحنا معاهم يعني كنا بنمشي مع بعض أكثر من سيارة. فيوم وصلنا قالوا ما لازم نأمن عليكم لتوصلوا شارع المطار. كفو والله بعدين. فوالله ظلوا معانا يمكن قريب 3 ساعات لوصلنا، لهو أمن علينا ليمكن قبل المطار بشوي. يوم وصلنا البيت بقولها أنا مستغربة إنه إحنا ما صار إشي معانا طول الطريق، وإحنا عم نفكر معقول العجل ينزل معقول العجل، بس ما شو هالتكنيك اللي عرفوا يساويه بشقفة قماشة وبس فتلة عملها. لا يعني لو وصلنا البيت بعدين نزلت السيارة. طبعاً لولاهم إحنا ما بنوصل لهناك. اللي كنت بدي أقوله إنه كل مرة منروح كنا نشعر بترحيب كبير، ونشعر إنه إحنا جزء من عيلة. ما عمرنا شعرنا إنه إحنا جايين نصور وعنا مهمة، أو برسلة جاي تصور عندها مهمة معينة ونطلع. كنا نشعر كأنه إحنا جايين على أخواننا.
فكان هذا شعور كتير طيب صراحة، كان إحنا يعني كجزء من هاي العشيرة تبعتهم. الهجانة روح البدو وأحد أهم معاقل عيشنا، لم تهملها الدولة، حافظت عليها، ما زال الملك وأفراد العائلة الهاشمية يضعونها نصب عينيهم في مرتبة عليا. هنا الأمير علي كما تشاهدون يصطف بالسامر، هنا برسلة أيضا تقدم ما يستحق العناء، توثيق مصور تقول لكل العابرين والمقيمين باللغتين العربية والإنجليزية: هذه ديارنا وهؤلاء النشامى هم أصل البلاد وحماتها. بوركت برسلة على كل هذا الإنتاج عبر رحلتها الطويلة، وبورك كل من وقف معها، وهذه الأرض لو من قلة هلكت فنحن بالحب لا بالمال نحييها، هكذا علمنا حبيب الزيودي كيف يكون حب هذه البلاد. معكم مشاهدينا في صباح الخير يا أردن، وصلنا للمزيونة اليوم. المزيونة مختلفة شوي، أو أكشلي كتير مختلفة، مختلفة. يعني معنا طبعا هاي الدعجة طلعت من حدود الأردن وراحت على أوروبا بجولة مميزة في فرنسا وجنيف مع الناقل طبعا الوطني الملكية الأردنية، ولأنه هي دايما تلتقط كل ما هو مزيون حبينا أنه نعرف تفاصيل هاي الرحلة. يا صباح الخير يا هيا. صباح الورد، نورتينا حبيبتي. اهلا وسهلا فيكي هاي. الحمد لله على السلامه في البدايه. الله يسلمك يا رب. احنا متشوقين هاي لنحكي تفاصيل اكثر عن الرحله، بس قبل ما نحكي معك عن تفاصيل الرحله بدنا نشوف التقرير اللي محضرت لنا اياه عن هاي الرحله. خلينا نتابع. بدعم ورعاية النقل الوطني الملكية الأردنية وهيئة تنشيط السياحة الفرنسية ومكتب السياحة الرسمي في جبال الألب الفرنسية، وبدعوة وتنظيم من شركة الفريق الذهبي للعطلات السياحية في عمان، شاركنا برحلة استكشافية مع نخبة من وكلاء السياحة والسفر في الأردن ولبنان. بدأنا الرحلة من عمان برفقة الناقل الوطني الخطوط الجوية الملكية الأردنية إلى جنيف سويسرا عبر مطار الملك علياء الدولي. وصلنا وجهتنا الأولى جنيف سويسرا، استعدوا لرحلة ممتعة جدا معي. سبب زيارة جنيف كان إنها أحد محطات الملكية الرئيسية والهامة، بالإضافة لإنها أقرب لجنوب شرق فرنسا، تحديداً مدينة أنسي. مدينة أنسي الفرنسية اللي سموها بمدينة العشاق. تعتبر مدينة أنسي عاصمة أجمل إقليم في جبال الألب الفرنسية، واللي يميزها إنها مدينة تحافظ على طابعها الجميل وأزقتها الرائعة والمباني اللي تذكر الزوار بالعصور الوسطى. يجيها السياح من مختلف أنحاء العالم بسبب مناخها الجميل وتضاريسها الرائعة. شخصياً كانت مدينتي المفضلة خلال الزيارة. بعدها توجهنا لمنطقة قريبة من مدينة أنسي تعرف باسم شاموني، وتقع عند نقطة التقاء حدود فرنسا وإيطاليا وسويسرا، المدينة الأعلى ارتفاع في فرنسا، حيث تقع على سفح جبل مونت بلانك. والتجربة المختلفة بالنسبة إلي كانت التلفريك اللي وصلنا على قمة هذا الجبل. لاحظنا اختلاف درجات الحرارة الكبير بين الأرض وبين قمة هذا الجبل. ثالث
ثالث أشهر المزارات الطبيعية في العالم، هو وجهة مثالية لمحبي تسلق الجبال والتزلج على الجليد. هو أعلى قمة جبلية في أوروبا الغربية، يبلغ ارتفاعه 4810 متر فوق مستوى سطح البحر. وبقطار شاموني انتقلنا إلى بحر الجليد، توجهنا بعدها لوجهتنا الأخيرة وهي الوجهة الجديدة اللي طرحتها الخطوط الجوية الملكية وهي مدينة ليون. حسيت وقتها أني لازم أحكي فرنسي لأنه هذه المدينة هي صورة قريبة لفرنسا بذهني. وجهتنا الثانية اليوم كانت مدينة ليون، مدينة رومانية فرنسية، مدينة جاذبة تجمع ما بين جمال الطبيعة، الثقافة والتاريخ. هيك سمعنا، خلينا نشوف. مدينة الألفي عام المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو. تجارب جديدة في هذه المدينة، استكشاف الحضارة، التسوق وتذوق الأطباق الفرنسية التقليدية، والمميز بالنسبة لي جدا كان الحلويات الفرنسية. انتهت رحلتنا الجميلة واكتشفنا الوجه الآخر لفرنسا، وودعناكم بعدها من مطار ليون إلى عمان الحبيبة عبر الخطوط الجوية الملكية. الملكية الأردنية، نحلق معا. يعني رائع رجلنا. رائع اللي شفناه، شو هالمناظر. سفرنا معك يا هيا هلا، فالحمد لله على سلامتك هيا. ان شاء الله تكوني انبسطتي. هيا بسالوا دائما هيا، احنا المره الجايه ما راح نفلتك انا ولورينا، احنا لازم نروح معك المره الجايه بس عشان فريق العمل. الكلام اللي سمعونا اياه تحت الهواء بس عرفتين شوية تنمر هلا من قبل عيني. هيا التقرير رائع جدا، سفره عن جد ممتعه، بتخلي كل واحد يحضر هذا التقرير يقول يا ريتني انا موجود هناك. اشتقت للشتاء بس شفت شامونيه عن جد حلو حلو حبيبتي. هيا السؤال المعتاد اللي دائما لازم تسأل الشخص اللي وصل من السفر، كيف كانت سفرتك؟ والله شخصيا هي انا احب السفر اجمالا، من ما يحب السفر بس احبه بطريقه مختلفه، لانه نظرتي للسفر بحب اشوف فيه اشياء تختلف عن الناس شو تحب. ما احب اشوف الاشياء اللي هي لكجري والاشياء اللي هي التجارب اللي انت الرفاهيه المبالغ فيها. لا انا احب التفاصيل المحليين، السكان المحليين، التجارب المحليه. فلقيت انه فرنسا فاجأتني، يعني فاجأتني اني انا اعرف عن فرنسا انها هي باريس، متحف اللوفر وبرج ايفل. برج ايفل والموناليزا بالضبط، فاهم هذه الصوره النمطيه عن فرنسا في اذهاننا. ولكن لقيت انه فرنسا اللي رحت عليها من خلال الخطوط او مع الخطوط الملكيه الاردنيه كانت رحله مهمه، لانها غيرت هاي الصوره النمطيه. شفت الطبيعه المختلفه لفرنسا، جنوب شرق فرنسا مختلف تماما، الطبيعه خلابه تختلف عن اي طبيعه في اي دوله اوروبيه اخرى زرتها يعني. فرحله رائعه، وهذا الجمال اللي شفتوه للامانه. بحب اشكر زميلي مجدي، هو اللي طلعه بهذا الجمال. طبعا يعطي الف عافيه، مجهود رائع جدا. مجدي رائع. اكيد اللي شفناه اصلا مبين، الصوره لحالها بتعكسه وبتحكي. بس هي لو تحكي لنا عن سبب زيارتك لمدينه ليو تحديدا بفرنسا، ليش رحتي لهناك؟ اوكي. الخطوط الملكيه الاردنيه وهي الراعي دعم لهذه الرحلة، هم نسقوا هذه الزيارة. نعم. لأنها وجهتهم الجديدة اللي افتتحوها من ضمن مجموعة وجهات يعني سياحية يعني لمناطق حول العالم. بس أنا كمان حسيت هيا، بس شفنا التقرير موسطت كتير بمنطقة أنسي، حكينا شوي عن أنسي. فعلا حقيقي السر كان في أنسي، مش إنها مدينة عشاق أكيد لا. نعم. لأنها مريحة أول شيء، تعرفي لما تفوتي على مدينة أهم شيء الروح، روح المدينة. في مدن في عندها روح، وفي مدن تحسيها ما فيها روح.
يعني اكيد لما بالضبط ما بتشعري فيها لهذه المدينه. اشعر انه انسي من خلال الجوله كامله في فرنسا اعتقد انها كانت الاقرب لروحي. تشبهك اكثر شيء؟ تشبهني كثير يعني مناظر مختلفه يعني شفت اشياء مختلفه فيها مساحات واسعه من الطبيعه. يا سلام. مش طبيعه واحده يعني انت تلاقي مثلا جبال عاليه بطريقه شاهقه بنفس الوقت عندك بحر وبحيرات ومتنزهات وبنفس الوقت في معمار قديم فكلها مع بعض كانت لوحه حقيقيه. ما شفناكي بانسي حاطه الورده وما شفناها. عيش الجو بس حلو عشت الجو بصورة حلوة يعني. لا بقلك هيا لا بقلك والله لا بقلك هيا يعني هيا زي ما شفنا بالتقرير من أنسي لا شاموني وجبل مومبلا فحدثينا أكثر أكيد تجربة رائعة جدا. طبعا لأنه اختلاف وكل ما تشوفي أنه في الدولة الوحدة في اختلاف كل ما حبتيها أكثر. انتقلنا من أنسي هي كمان في الأقرب لجنيف عشان هيك نزلنا نعم. لجنيف زي ما قلت نعم. بعدين من أنسي انتقلنا لشاموني ما بتبعد عنها كثير يعني انتقلنا هناك عشان نزور اللي هو الجبل اللي هو الجبل يعني هو أعلى جبل في أوروبا الغربية مون بلونغ. ما أعرف كيف أحكيه مزبوط بس أنا أحاول. عندك هون الإشي اللي دخل بفرنسي وجهي لورينا هي بتصح أمورك تمام. إحنا طلعنا على هذا الجبل أكثر إشي شاموني منطقة جميلة جدا شعرت إنه أنا عم بتفرج على ليجو أو أنا في ليجو أو بيت باربي عرفتي إنه هيك بيوت مليانة ورد وهذول عرفتي المناطيد قاعدة تنزل يعني شكل آخر مختلف جمال مختلف عن أنسي ولكن ايضا جميل. الناس كانت قاعده تاكل ايس كريم وقاعده تلعب على البسكليت وعايش حياه صيف تحت. طلعنا بالتلفريك متنا من البرد حرفيا 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 كان لازم تلبسي جاكيت لانه فوق تقريبا ماينس 2 سالب 2 درجه الحراره. فالعجيب كان في هاي المنطقه انه انت تحت عايشه صيف على نفس الارض عايشه صيف وفوق قاعده على ارتفاع مثلا 4810 قاعده بتعيشي ناس قاعده تعمل سكي قاعده بتتسلق لهلا بيعملوا سكي تخيلي يعني فوق والناس تحت قاعده تمارس الرياضات الصيفيه السباحه والتشميم فوق الناس قاعده بتتزلق بتتسلق والناس لابسه شتوي يعني شتوي يعني. مناقص 2 ثلج ثلج فوق ثلج على خيري آخر رزان يعني حلو. هيك بتروحي بتجمع ما بين الصيف والشتاء في منطقة مزبوط. طب خلينا نحكي شوي عن الناقل طبعا الوطني الملكية الأردنية ما هو الجديد شو في إشي جديد عم بيصير مع الملكية هلا؟ أوكي بداية الرحلة كانت ممتعة ومريحة جدا مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية برأيي كان يعني ما يميز الملكية ومش مدحن حقيقي انا احس الكادر اللي يشتغل في الملكيه تحديدا الطاقم اللي في الطياره عكس اي طيران ركبته فيه قمه اللطافه والترحيب وهذا يعكس صوره الاردن للامانه نعم. يعني فلقيت هذا الشيء كثير حلو والاشخاص اللي قاعدين يشتغلوا كثير ويلكمينج ومريحين في التعامل ويعرفوا انه الرحله طويله فيسهلوها على الراكب. هذا بدايه. الجديد بالنسبه للملكيه هي الوجهات الجديده اللي افتتحتها الملكيه حلو. الملكيه بالاساس عندها اكثر من 50 وجهه حول العالم افتتحت وجهات جديده او بلشت على وجهات جديده اللي هي بروكسل ستانستد دوزلدورف وستوكهولم بافوس ايضا مانشستر وكمان في اللي هو ليون اللي توجهنا لها ما احلى وجهات محرزه هاي الوجهات الجديده للملكيه بالاضافه لمجموعه خدمات يعني جديده قدمتها او بتقدمها الملكيه حاليا اللي هي خدمه المسار السريع لركاب الكراون وخدمه الانترنت على الطيارات الجديده اللي هسه راح احكي لكم عنها وثاني شيء اللي هو خدمه او برنامج نشامه للمغتربين الاردنيين في حال عودتهم للبلاد انه بعمل لهم خصومات عشان يرجعوا للاردن وثالث شيء اللي هو برنامج الشفاء العلاجي للمرضى العراقيين يتعالجوا في الاردن
في المؤسسات الطبية الأردنية. وأخيراً اللي هو تحديث أسطول الطائرات الجديدة، دخلوا طائرات الجديدة يعني على الخدمة عندهم، اللي هي من طراز E2195 وأيضاً إيرباص راح تكون في الخطة القادمة. وثالث إشي اللي هو B787 راح تكون نهاية هذا العام والعام ما شاء الله. المقبل ما شاء الله. يعني في كتير وجهات وخطط جديدة أكيد طبعا. إذا في ناس حضروا التقرير وصاروا جعبالهم يروحوا الرحلة، وأنا متأكدة كل حدا حضر اليوم صار جعبال يروحوا الرحلة اللي رح صنعها هي، قديش بتاخذ مدة معهم، كم مدة زمنية ليوصلوا؟ هو تقريبا كانت الرحلة وإحنا رايحين في الطيارة كانت 5 ساعات تقريبا، وفي العودة أيضا 5 ساعات. ومدة الرحلة كاملة؟ يعني قصدك يعني قديش مع بهاي اللفات كلها قديش ممكن يقعدوا يوم؟ قديش مناسب انه يقعدوا يوم؟ يعني بتخيل يعني بدها كثير عشان تشوفي اكثر من إشي، ولكن اعتقد انه 4-5 ايام بالنسبه لي. ما بعرف كل حد ذوقه في السفر مختلف، يعني عرفتي كيف؟ يمكن يكفي 4-5 ايام يعني شخصياً أشوف أنها كويسة عشان تعمل هاي التجارب. لا معلومات رائعة طبعاً. هي عن جد حمستينا. هلأ بدنا نروح نحجز أنا ورزان سفر مع بعض على واحدة من هالوجهات. هيا ما تنسينا المرة الجاية. اختاري رزان، أنت اختاري وأنا ولورينا نروح معك. نروح مع هيا، أنت فصلي وإحنا هيا، لأنه عرفتي بتعمل بوزات وبتصور تاخذ هيك لقطات. تعلميني رايقة على التصوير. مبين واضح حبيبتي. هيا انبسطنا كثير فيك اليوم، الحمد لله على سلامتك مرة ثانية، ومنبارك طبعاً للملكية الأردنية على هاي الوجهات الجديدة. يعني هي بالآخر وجهات رائعة وحلو الواحد يستكشفها ويروح ويسافر. بس طبعاً مش جديد عليهم أبداً. الأشياء اللي بيقدموها دائماً نتمنى لهم مزيد من التقدم أكيد. وشكراً كتير هيا لدعزة أنك كنت معنا اليوم، ونستنى كل ما هو جديد وشيق من المزيونة هيا لدعزة. شكراً لك. إذن مشاهدينا مستمرين معكم، ولسه مواضيعنا ما خلصتش، بس قبل ما نكمل بإمكانكم أكيد ترجعوا تشوفوا رحلة هيا لدعزة مع النقل الوطني على منصات عما تي في على السوشيال ميديا عما تي في أوفيشال. فاصل قصير جدا وبنرجع لكم. ليلي العينين السود بيطل ويبكوني، غزلوني على صوت العود، غني وغنولي ليلي العينين السود بيطل ويبكوني، غزلوني على صوت العود، غني وغنولي. قلت لي خبيني بقلبك وانسيني، يا زهر القناطر فتح هالميل وهالميل، غيب لك شي ليلي يا ليل وانسانا يا ليل يا ليل. عليكي. الله عليكي. يسلم هالصوت الحلو نتالي. أهلا وسهلا فيكي معانا نتالي سمعان. إحنا كتير مبسوطين إنه حضرتك معنا اليوم وأعطتينا هالصباح الطربي الغير شكل. ما في أحلى منك تتصبحي بهيك أصوات. بس اسمحي لي أعمل هالمقدمة عنك، يعني مشاهدينا يعني عم بيحضرونا هلأ عاشوا يمكن أجواءنا قبل بداية صباح الخير يا أردن. الفن حاضر دائما معنا، والفنانين مثل ما حكينا قبل هيك ما بنواجه صعوبة بأنه نلاقي مواهب فنية مميزة في الأردن. مزبوط. دائماً. يعني بالبرامج الحوارية لورينا دائما يقال أنه الضيف المتمكن بيجي وأسئلته معه. إحنا بنقول الفنان بيجي وفنه معه وبيعرف عن نفسه بصوته ومهاراته. نتالي سمعان فنانة أردنية درست العزف على آلة العود وأصول الغناء العربي في المعهد الوطني للموسيقى. أهلا وسهلا فيكي من جديد نتالي، منرحب فيكي ومبسوطين بأنه هذا الصوت الرائع ملأ الاستوديو، وأكيد المشاهدين اللي عم بيحضرونا استمتعوا بصوتك. حبيبتي شكرا لكم كثير، وأنا كثير مبسوطة لاستضافتكم إلي، وهي أول مرة باي ذا واي بطلع عمان تي في. أهلا وسهلا فيكي. أنا كثير مبسوطة إني معاكم اليوم. حبيبتي نتالي أكيد حبيبتي. مش آخر مرة، هاي رح تكون الأولى ورح يكون في
كثير بعدها اغاني ووصلات على التليفونات انه نتري سمعت اعطيني طاقه حلوه انا بحاجه والله والله في حياتي لازم نتري في البدايه اذا نعرف بالنسبه للموهبه الصوتيه هل هي يعني فطره زي ما بيقولوا او الواحد بنولد معاه موهبته برايك ولا لازم يخضع لتدريبات معينه؟ هلا انا برايي انه هي بتنولد معها عشان يقدر بس يجيب يعني تون والحان وقد ما الواحد بسمع وبيغذي يعني فكره ودانه فبصير هو يقدر يشتغل على حاله ويتدرب بس انه في ناس بتحسي انه ما بيقدروا انه مش مولودين بهاي الفطره انه يقدروا يسمعوا صح او يجيبوا اللحن صح يعني صح. فانا بحس الاساس انه لا هي بالفطره ممكن تكون وراثه طبعا من العيله وبعدين هو او هي بتقدر انه تنميها بدراسه باشياء مزبوط. ثانيه يعني طبعا أكيد. تطور عليها وتشتغل على الموهبه. ناتالي احنا كل ما نستضيف فنان تصير يعني اكيد السؤال المعروف دائما من متى بلشت غناء؟ اغلبهم بيقولون انه بلشوا من 3 و4 سنين، احنا ما بدنا نعرف هذا السؤال ولكن انا مع انه بعرف انه انت بلشتي من 10 سنين بالغناء صح. بس بدي اعرف منك متى بلشتي او قررتي انك تحترفي الغناء؟ على عمر 10 سنين او 11 سنه احتراف بلشتي انضميت للمعهد الوطني للموسيقى اخذت منحه كامله اني ادرس العزف على اله العود حلو. واصول الغناء العربي ودرست طبعا نظريات موسيقى سولفيج هاي الاشياء كلها اللي بتقوي يعني اي مغني واستمريت فيها تقريبا لسبع ثمان سنين وبعدين قرروا انه يحولوا لي المنحه لادرس بكالوريوس موسيقى عربيه ايضا في المعهد الوطني للموسيقى وكملت بكالوريوس غناء عربي غناء شرقي يعني لمدة 4 سنين طبعا بالإضافة لأني أنا كنت عم بدرس هندسة بنفس الوقت يعني برافو عليكي برافو عليكي يا سلام وهذا إشي بخلينا نفكر إنه يمكن الواحد بهاي الأيام أو بالمناطق يمكن اللي إحنا موجودين فيها مزبوط. بيخاف إنه بس يعتمد على موهبته في الغناء كارير باث زي ما بيقولوا او كمهنه لإله بس انت ما شاء الله عنك يعني والله انا يعني لو انا انت ما كدرست ولا شيء غير نفسها لغنى ناتالي بدي يعني احنا لاحظنا او يمكن صوتك بالبقله كثير على الغالب الستايل الطربي خلينا نحكي هل هو اكثر شيء قريب على قلبك هل هو اكثر شيء انت بتعتمدي لما تغني صح اكثر شيء بحبه لاني انا تربيت عليه من وانا صغيره يعني اهلي كثير متذوقين للفن وكثير بحبوا يسمعوا طرب يعني دائما بالبيت الاغاني شغاله ام كلثوم على صباح فخري على يعني كله فمن وانا عمري 3 سنين اول اغنيه غنيتها يعني كانت ابعت لي جواب يعني ما كنت كثير انه طبعا يعني صغيره والكلام وهيك بس انه اهلي كثير كانوا يحبوا هاي الاشياء الطربيه يعني حتى جدودي كلهم فعشان هيك هو الأقرب إلى قلبي كثير ناس كانت تقول لي إنه وسعي تعالي على الجديد بحب بالعكس يعني أي حدا بشوف الصفحات تعوني على سوشيال ميديا بشوف إنه أنا بغني أشياء تانية بس بحس إني أنا بلاقي حالي بالأغاني الطربية طب شو رأيك نسمع إشي من صوتك هلأ يلا إيش بدك تسمعين سمعكم زي العسل يلا طبعا قابلت كتير فرشولي عشان الأرض حرير وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي أمير قابلت كتير فرشولي عشان الأرض حرير وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي أمير مانيش رايدة مانيش رايدة مانيش رايدة إلا هو مانيش رايدة وما فيش فايدة وما فيش فايدة ما فيش فايدة إلا هو ما فيش فايدة في البعد عشقة في القرب عشقة في البعد عشقة في القرب عشقة زي العسل على قلبي هوى زي العسل على قلبي هوى زي العسل على قلبي هوى
زي العسل على قلبي هوى، زي العسل على قلبي هوى، زي العسل. سلام. الله يا سلام. الصوت الحلو. يا سلام. أجواء أختينا عليها. أجواء صباحية رائعة. آه والله. سلام. هاي الأغنية أنا كتير أصلاً بحبها. كتير. صوتك خلتيني أحبها أكثر. شكرا. يعني نتالي، بالإضافة لأنه أنت بهذا المجال وبمجال الفن والغناء، أنت أيضاً عاملة وتحديداً بمجال التدريس، كيف بتنظمي أمورك؟ صراحة أنا كثير بحاول أني أدمج الموسيقى مع التدريس. يعني أنا أولي معلمة في مدرسة عمان الوطنية، طبعاً كل طلابي بيعرفوا أن أنا دائماً بحب أعمل لهم أجواء غنى وأشياء، لأنه الميوزك بالذات يعني بتثبت المعلومات في مخ الطلاب، فبتخليهم يحفظوا الأشياء أكثر. أنا كمان ماخذة دبلوم علاج بالموسيقى من مركز دكتور جاك سركيس، فهذا الإشي يعني كثير درسنا عنه أنه قديش الموسيقى بتساعد أنها تقوي الذاكرة. كثير بيستخدموها مرات مثلا لناس عندهم زهايمر، ناس عندهم صعوبات تعلم، فكثير بيساعد انه تثبت لهم المعلومه في مخهم. فطبعا يعني زي ما بنعرف انه مهنه التدريس يعني دوامها قصير نوعا ما مقارنة بالشركات الباقية، فبحس إنه بخلص وبعد الظهر بكون عندي فل إنه موسيقى. إذا كان عندي 100% تدريبات، حفلات، تسجيلات بستوديوز، أنا كمان بساعد في تدريب كورال لكنيسة قلب يسوع الأقدس لا على عليه مع أبونا طبعا رفعت بدر، بوجه له تحية. صبح عليه، بوجه له تحية. صبح على خير أبونا. أهلا سهلا. فبحس إنه لا، بيكون عندي وقت أني أستغل الموسيقى يعني بعد الظهر. نعم، يعني رائع كل هذا الكلام. إذا بدنا نسمع منك هلا مقطع، أنا بدي أدحش يمكن المقاطع هيك أكثر وأزيدهم، عم بفكر هلا بدي أفاجئ الكل وبدي أزيد من المقاطع كمان هلا. شو رأيك تسمعينا إشي للست أم كلثوم؟ لا، أم كلثوم يعني أكثر إشي بحب أغني له. في أغنية مفضلة عندي لها اللي هي فكروني. فيلا بنسمعكم. يلا جاهزين. جاهزين. كلموني تاني عنك، فكروني فكروني، كلموني تاني عنك، فكروني فكروني، صحوا نار الشوق، الشوق في قلبي وفي عيوني، رجعوا لي الماضي بنعيم وغلاوته وفي حلاوته وفي عذابه وفي قساوته، وافتكرت فرحت وياك قد ايه، وافتكرت كمان يا روحي بعدنا ليه، بعدنا ليه، بعدنا ليه، بعد ما صدقت اني قدرت انسى، بعد ما قلبي قدر يسلك ويقسى، قم بهمسة وغيروني كانوا ليه، 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 بيفكروني بيفكروني. كيف؟ يا سلام. شو الله صوت. عليك والله جاي عبالنا هيك نضل قاعدين بس نسمع منك. اصلا شو بدنا نعرف الاسئله؟ احنا بنحبك وحابين نعرف عنك كثير، بس كمان حبيت صوتك كثير. ما شاء الله عن جد صوتك كثير حلو. شكرا. عن جد بسم الله عليك. شو هالصوت الحلو نتالي، برايك ايش في تحديات بيواجهها المغني في الاردن، خصوصا اللي لسه يعني في طريق الصعود؟ ما هي التحديات الاكبر اللي ممكن يواجهها؟ هلأ أنا بحس صراحة التحدي هو أنك تعملي أعمال لحالك، لأنه
عشان نكون صريحين هو كل إشي بيكلف، فإحنا بحاجة شركات إنتاج تحاول تمسك فنانين جدد وتدعمهم، يعني خصوصي ممكن الناس اللي ما صح لها إنها تطلع على برامج خارج الأردن تقدم وممكن تنجح وتنال شهرة. صحيح. فبحس إنه الفنان الأردني أو اللي رح يصير فنان أردني أو يعني الناس اللي مش كتير معروفة خلينا نحكي بتواجه صعوبة في إنه تلاقي شركة إنتاج تقدر تعمل لها أغنية عشان تقدر ممكن إنه تضرب معاها تنشهر ما تنشهر. فبحس إنه إحنا يعني بحاجة هذا الإشي يعني، وأنا أول واحدة صراحة يعني دائما بفكر إني أعمل إشياء بس بعدين بفكر إنه أوكي بدها مثلا بودجت معين بدها إشي معين، فبحس انه بحاجه انه ناس تدعم هاي المواهب يعني. صحيح كلامك. صح. يعني هالتحدي دائما بيواجهوه اللي بيصاعدين خلينا نحكي أيوة في مجال اغلب الفنانين في الأردن. صحيح. ناتالي يعني احنا معروف عنا الاردنيين تحديدا ذوقين بمجال الموسيقى، وبالفعل في عنا مواهب مميزه جدا واصوات رائعه جدا. ايش السبب اللي بنحس انه مش موجودين دائما كمنافسين على المسارح العربيه على الاقل؟ هلا ليش مش موجودين؟ يعني هم هلا في ناس ما بتحب مثلا، يعني في عنا اصدقاء كثير اصواتهم حلوه بس بتحسي انه بين قرايبهم بين اصحابهم مش كثير بحبوا اضواء الشهره خلينا نحكي. والناس اللي بحبوا وعم بحاولوا يسعوا صراحه ما بعرف، بحس دائما يعني برجع بكرر انه لازم نعطي فرص لهدول الناس انها تثبت وجودها خلينا نحكي، سواء بالاحتفالات بالمؤتمرات باي شيء، وبصيروا ينشهروا وينعرفوا اكثر فبصيروا ينطلبوا على اشياء ثانيه. فبحس انه ممكن هذا الشيء اللي مش مخليهم انه هالقد ظاهرين او مبينين يعني على مسارح عربيه خلينا نحكي. نعم. ناتالي احنا لاحظنا انه نشاطك على يعني مواقع السوشيال ميديا اللي خاصه فيكي موجود، يعني نشيطه على هاي المواقع، هل برايك هي كافيه ليصير عندك جماهيريه كبيره اذا انت بتطمحي لها جماهيريه؟ هلا انا بحس انه على قد ما عم نشوف صراحه انه هي كافيه، صارت يعني هاي الايام عم طلع اسامي، طلعت اسامي وانشهرت من وراء سوشيال ميديا، ممكن انستغرام تيك توك هلا كثير شغال في طريقه يعني مخيفه. نعم. وعشان اكون صريحه يعني في ناس تستحق وفي ناس يعني بحاجه تدريب اكثر بدها شغل، بس انه بتحسي انه لا الناس هلا كل وقتها على السوشيال ميديا. يعني مين فينا ما بيقضي يعني مرات ساعتين ثلاثه على السوشيال ميديا بالنهار؟ بتابع كثير ناس، ممكن مغنيين ممكن عازفين ممكن انفلونسرز. فبحس انه هلأ عصر السوشيال ميديا كتير بيساعد إنه الواحد ينشهر. هلأ أنا يعني أنتي قلتي نشيطة بس أنا شوي كسولة شوي نشيطة شوي نشيطة، بحس إنه لا بقدر أعطي أكتر. طبعا. بس مرات يمكن لظروف انشغالي خلال العمل طبعا تدريبات وإشياء، فالواحد مش دائما بيكون صوته ملبي إنه يسجل. الغنى بده مزاج، بده مود عشان تقدري يعني انت طبعاً تكوني منطربه عشان تطربي اللي قدامك عشان تقدري توصلي الاحساس. فبحس يعني اني انا مرات ما بقدر اني اطلع اصور وانا ما اكونش مثلا بمزاج اني اغني او انه هيك، انه بس اني اعطي محتوى. عرفتي علي؟ طبعا طبعا. ناتالي في بعض اللقاءات لما سالوكي عن صوتك وين بتوصفي حالك بالفن والغناء بالاردن قلتي انا بملك صوت مختلف وصوتي وادائي واحساسي بمكان مختلف. اليوم ناتالي وين بتشوف مين المنافسين إلها من شباب وشابات جيلك؟ مين بتحسي منافسين إلك؟ صراحة أنا بحس إنه كل واحد فينا يمتاز في إشي معين. نعم. طب إحنا يعني بدنا منافسين، هذا الجواب اللي دي تمريق. يعني كل الفنانين الأردنيين هم يعني كل منافسين لبعض من الجيل. نعم. الصاعد والشباب اللي بعمرك مين بتحسي في بينكم منافسة حلوة؟ يعني بتحب المنافسة هاي المميزة، بتحسي صوته مميز أو صوتها مميز وبتحبوا تنافسوا بعض بطريقة منيحة؟ يعني صراحة أنا بالنسبة إلي مش كتير يعني
مش كثير بفكر بالمنافسة قد ما بفكر إني أنا أعمل إشي بحبه. حلو. حلو. علي. حلو. حلو. يعني بحس إنه هيك وكل الزملاء الفنانين أصدقائي كلهم يعني وبالعكس يعني منشارك مع بعض. تدعموا بعض. طبعاً. تعملوا الليلة طربية مع بعض هيك بتعدوا. مرات بنجتمع طبعاً مرات بنجتمع وهيك فلا يعني كثير في ناس أنا يعني صحبة مع تقريباً يعني كل اللي بالمجال وبحبهم من قلبي يعني بالعكس أنا بحس إنه جد هي يعني بالنسبة لي مش فكرة منافسة قد ما فكرة إنه كل واحد عم بيقدم. أنت زوق هو شو عنده. ايوه مزبوط مزبوط. طب احنا بدنا نختم معك يا نتالي وبدنا نشكرك انك انت كنتي معنا اليوم نورتينا ومبسوطه تعرفنا عليك وانا كثير انبسطت ما هذا الصوت الرائع ما شاء الله عنك عن جد الله يحميك بس كتير. بس بس لساتنا طماعين وبدنا كمان اغنيه نختم باغنيه شكرا كثير نتالي انه كنتي معنا يعطيك الف عافيه ونختم باغنيه عزوك نقي بدك تغني هاي فاجئناها فيها لنا في حدا جاي تغني ثلاث اغاني طيب ممكن نغني ورده يلا طبعا وليلى ايوه يلا في يوم وليلة يوم وليلة خدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة أنا وحبيبي أنا وحبيبي دوبنا عمر الحب كله في يوم وليلة عمري ما شفته ولا قابلته ويا ما شغل لطيفه وفي يوم لقيته هو اللي كنت بتمنى أشوفه نسيت الدنيا وجريت عليه سبقني هو وفتح ايديه لقينا روحنا على بحر شوق نزلنا نشرب ودبنا فيه ومن يصدق يجرى ده كله ونعيش سوا العمر كله في يوم وليلة ليلة 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 بصير تزقف اسمحيلنا شكرا كثير مره ثانيه نتالي نتشكر وجودك معنا واكيد بالايام الجايه راح يكون فينا لقاءات ثانيه شكرا كثير لك شكرا لك نتالي مشاهدينا احنا بهيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم من صباح الخير يا اردن شو بدها احلى من هيك ختام مع هذا الصوت الرائع عن جد ختام وهمس بدنا نتشكر اكيد كل الاشخاص اللي تابعونا وكل الاشخاص اللي انضموا لنا اليوم عبر شاشه عمان تي في ليكونوا معنا عبر صباح الخير يا اردن نتشكر اكيد شركه زين وعقاري جوله وجودهم دائما معنا صحيح رزان بنشكر الكل وبنشكر كل المشاهدين سواء زي ما بنحكي دائما داخل البلاد وخارج البلاد وشكر مره ثانيه لشركه زين وعقاري جو نلقاكم مشاهدينا الاسبوع القادم باذن الله الى اللقاء الى اللقاء